لو يطالع بيدي انا اشيل منزلي كله، احس انا مشيت ودعت البيت، واحس البيت وراي وانا ماشي اشوفه كانه يعني يمشي وراي. خاطرك يا دار، وهو من إنتاج سوريا على طول. أصطحبكم مجددا أنا عمر نور في حلقة جديدة إلى شمال شرق سوريا، تلك المنطقة التي كان أهلها ضحية تهجير جميع القوى التي مرت أو حلت فيها. فالأرمن والأكراد كما العرب تعرضوا لعمليات تهجير فردية أو جماعية بفعل تنظيم داعش والنظام وفصائل المعارضة، وأيضا قوات سوريا الديمقراطية التي تقع المنطقة تحت سيطرتها عسكريا في الوقت الراهن. كان يفترض في هذه الحلقة، وهي واحدة من 5 حلقات، أن يكون أحد ضيوفنا من الأكراد المهجرين من عفرين أو رأس العين أو من الأزيديين، لكن حتى لحظة تسجيل الحلقة رفض أي منهم المشاركة، فذهبنا معكم إلى قصة مهجر من المكون العربي ليروي قصة تهجيره وعلاقته مع داره. اسمي محمد رماح، عمري 50 عام، من منطقة القامشلي، نسكن بالقرى الجنوبية لمنطقة القامشلي تجاه الحدود العراقية. في عام 2014 وجد محمد نفسه مضطرا لمغادرة القرية مع عائلته. تركت مدينتي وقريتي وأرضي في عام 2014. حصل هجوم علينا من قبل البككة، وعندما سمعنا يعني بقدومهم على المنطقة انتابنا شعور الخوف والهلع، وجتنا أخبار من النواحي القريبة علينا من المناطق الشرقية والقرى اللي تصير ورانا. هم يعني تجينا سوالف انه بلشوا يحرقون القرى ويجرفون القرى والبيوت والمنازل. اتضح لنا انه هذا الكلام صحيح، وتهجرنا قصرا بعد ما شفنا الامور بعيوننا والقرى كيف تحترق، وحرقوا القرى المجاورة لنا وحرقوا المزارع وحرقوا ما خلوا شيء. والمنطقة فرقت تقريبا 85% من القرى الجنوبية لمنطقة القامشلي بشكل عام فرقت، فتركنا بيوتنا وتركنا أموالنا وتركنا ديرتنا وهاجرنا. البيكاكي هو حزب العمال الكردستاني التركي، ولكن محمد قصد بها الجناح العسكري للإدارة الذاتية التي تسيطر على شمال شرق سوريا. وقد وثقت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في 13 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2015 عمليات التهجير تلك، والتي كانت عائلته إحدى ضحاياه. كان محمد يظن أن نزوحه مؤقت وإلى مكان قريب، ولكن أنا يوم خرجت من بيتي نزحت من ناحية الحميس إلى منطقة الهول أو ناحية الهول وسكنت فيها، كنت متأمل أني أرجع لبيتي، ما كنت حاط يجينا يوم أنه نخرج من ديارنا أبدا. إحنا كان براسنا أنه تحرر سوريا من هذا الظلم والاستبداد. جانا عدو مو متوقع، فإحنا يوم سكننا في مناطق الهول إحنا كنا متأملين أنه نرجع لبيوتنا. فتدريجيا بلشنا ننزح 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 إلى أنه وصلنا الريف الشمالي، فظلت قصة بقلوبنا حقيقة. يعني الله معي يا دارنا يا زينة البلدان، تخطر على تراب الجوافل خيرة الفرسان. مستذكرا طريقة خروجه ومحاولات تصويرها بالكلمات، يقول محمد:
بالنسبة للساعات الأخيرة كانت ساعات مؤلمة، ما بالك إنسان يطلع من بيته ومن ديرته ومن مجتمعه، تشوف الناس شلون هاجة الغنم والحلال والبقر، والناس تمشي مشي على الأقدام، واللي بسيارة واللي راكب له دابة. فهذا تم تجربتنا على هذا الشكل. والله أنا أخذت سيارة عند أحد الأصدقاء وطلعت على أهلنا، فيوم أقدمت على البيت بيتي حقيقة كانت لحظات مرة جدا، فحسيت أنه آن الأوان يعني أني أودع البيت وأودع الأرض وأودع كل شيء، فأريد بس أنه أخذ عيالي وأمشي. فركبت ولادي وبلشت الأطفال يبكون، وإحنا في عندنا حوالي البيت جيران إجوا تيودعونا وصرنا نبكي والبنيات يبكن والأطفال، فمشينا غادرنا البيت في دموع حزينة حقيقة ومؤلمة. مشينا من بيوتنا والدخان يتصاعد من القرى والقصف. يوم محشر الإنسان ما يقدر يعني يس ينقذ عياله، أخواني أنا ورايا ما عاد أدري بيهم، كل من يدبر حاله. الناس طلعت مشي، أبناء عمومتي يطلعوا مشي، الثانيين يطلعوا مشي. في يوم كالمحشر كما وصفه محمد، سألناه ماذا حمل معه قبل نزوحه. لو طالع بيدي أشيل البيت كله أنا أشيل البيت، احتاريت شريد أشيل شريد أخلي بيتي، ذكرياتي تاريخي بي، يعني أيامي الحلوة قضيتها بي، يعني مسقط رأسي أفراحي. يعني يوم جيت على البيت شفت أهلي طالعين خايفين برات البيت، أدحق على البيت، أحس البيت يبكي، أحس البيت حزين، أطفالي يبكون. فأنا بالنسبة للدرجة الأولى كنت أريد أولادي، فيوم أن أمنت على أولادي وحطيتهم بالسيارة بلشت أركض وأفوت على البيت أشيل البرات، أشيل الشنطة الفلانية، عندي كتب، عندي مكتبة صغيرة أشيل الكتب، يعني احتاريت شرد أشيل، يعني كل شيء بالبيت له ذكرى عندي، في صور، في صور أنا وأصدقائي معلقة، في عندي حاجيات بالبيت، يعني في عندي ملابس، في عندي، يعني تعرف أنت بيت منزلك يعني. قلت لك أنا لو يطالع بيدي أنا أشيل منزلي كله، أحس أنا مشيت ودعت البيت، وأحس البيت وراي وأنا ماشي أشوفه كأنه يعني يمشي وراي. شلت شيء يسير من البيت وتركت أشياء أيضا غالية، يعني شلت غالي ظل الأغلى. استودعنا البيت والمنطقة والأرض إلى الله عز وجل، ونسأل الله يردنا إلى ديارنا. في العام الذي نزح محمد وعائلته من الحسكة، كانت وحدات حماية الشعب الكردية تطلق معركة ضد تنظيم داعش في أرياف الحسكة، ما قد يجعل ذلك مبررا لتلك القوات المدعومة من التحالف الدولي. لكن دعونا نستمع إلى رد محمد. البيوت اللي حرقوها والقرى اللي جرفوها، الحسينية، مناطق جزعة وجزعة، والقرى المجاورة والناعم والحصوية، هذه ما كان فيها لا داعش ولا كان فيها شيء. هذا الكلام كلام ما يمشي علينا، احنا الاهل قاع، احنا واحنا اهل واقع وشفنا شيء بعيننا، يعني احنا اهل منطقة، سواء اللي تهجرنا واللي ظلوا هناك يعرفون الحقيقة. اي داعش؟ داعش ما داعش مشت وخلتنا، هذا يكمل هذا، هم كلهم نفس الشيء متآمرين علينا. قرية الحاجية 54 قتيل فيها، اطفال ونساء وشيوخ كلها موثقة، ودخلوا بالليل، كان بها داعش؟ ما كان بها داعش. احنا يوم الانسان يجيب لنا هالسيره هذه ويرجعنا لهذاك التاريخ تزداد جروحنا. طبعا حتى اكرادنا تاذت، اكراد المنطقه تاذت، تهجروا اكراد المنطقه. اليوم يعيش محمد مع عائلته في مناطق المعارضه السوريه شمال غرب سوريا، تجمعه تلك المنطقه
مع مهجرين من معظم المحافظات السورية، لكنه يشعر بغربة ولا يتوقع عودة قريبة. لماذا؟ أنا الآن ضمن سوريا، ضمن المناطق المحررة، وبشكل عام احنا اليوم يعني في المناطق المحررة اليوم احنا نعايش جميع شرائح أبناء بلدنا، ابن الشام وابن درعا ابن حمص ابن حماة ابن أدلب، وأنا في مسافة اليوم بيني وبين بيتي أو محافظتي أو بلدي ما يقارب 400 كيلومتر تقريبا، لكن أنا ضمن بلدي أحس في الغربة لعدة عوامل، لأنه أيضا في حدود بيني وبين بلدي، فطالما أنا خارج حدود بلدي والمسيطرة الحدود هم أعدائنا، إذا أنا أعتبر حالي في دولة ثانية قولا واحدا. فيا أخي بالنسبة لموضوع الرجوع، بما أنه عدة دول على أرض سوريا، أنا أشوف الرجوع صعب. احنا نتأمل من الله الرجعة، لكن الوقائع تقول أنه الرجعة مطولة، بما أنه داخل سوريا في عدة صراعات، الأعداء اللي تآمروا علينا هم اليوم مختلفين، إذا الروس ولا الأمريكان ولا الإيرانيين ولا الكذا، اليوم هم يعدون العدة لبعض، فأتوقع في حروب قادمة هي تكون سبب في تأخيرنا. على هامش لقائنا مع محمد سألنا ابنه إبراهيم الذي كان في السابعة من عمره عندما غادر قريته، إن كان يشعر بغربة فعلا ويحن لبيت غادره مذ كان طفلا، فقال: بيتنا بالحسك أحسن، لأن إحنا هسه مثل ما تعرف أنت أن إحنا بأختلين، وهون بأختلين يعني الأولاد يظل يعايرونا وأنتم مهجرين وتركتوا بيوتكم وتركتوا هذا الشيء. طبعا يعني بيتنا بالحسك أحسن، قاعد عنا بالجرية، قاعد بأولاد عمي، بي عندي أصدقائي، بي عمامي، بي استادي درستني، حاراتي، ألعابي، بسكليتي، كنا نطلع بالغنم ونروح على النهر. يعيروني يعني مو بجريتي ولا ببيتي ولا ببلادي، يعيروني يعني يحسسونا دائما أني أنا غريب، يعني ماني ابن هالجرية هاي وابن هالمنطقة هاي، يعني ما أبو لا ابن خالتي لا ابن عمتي لا خالي لا حدا. دار يا دار يا دار، يا دار قولي لي يا دار. كذلك سألنا الطفل إن كان يذكر شيئا عن مسقط رأسه، فأجاب: أتذكر بيتنا وأتذكر السجار وأتذكر الغرف وأتذكر الحيطان وأتذكر ألعابي وأتذكر بسكليتي وأتذكر كل شيء وأنا صغير، وأصدقائي محمد وحمادي وحسين وغيره وغيره. لياليكي كانت نور تسبح في ضي بحور، صبحت فضاء مهجور مرسوم في كل جدار. قبل أن ننتقل مرة أخرى إلى أبيه، ماذا عن أمنيات إبراهيم؟ أتمنى ترجع سوريا مثل أولي وتهدى الأوضاع وما يظل لها حواجز لا خوف لا شيء، ونرجع لمدرستنا ونرجع لجريتنا ونرجع لهاي الشغلات كلها، وما يظل لها خوف لا حواجز لا سلاح لا دام لا ضرب لا شيء. هاي كل الشغلات أتمناها أنه ترجع وتصير سوريا هيك. قد تبدو أمنيات إبراهيم بأن تعود سوريا كما كانت، لا حواجز فيها ولا خوف، غير ممكنة، وخاصة أن شمال شرق سوريا حيث قريتهم ضربت الحرب نسيجها المجتمعي من طوائف وأعراق، إلا إذا وقف المجتمع وقفة رجل واحد كما قال أبو إبراهيم. احنا هذه الامور والعنصرية احنا ما عايشناها، احنا اليوم احنا بالقامشلي عدنا المسيحي وعدنا السلموني وعدنا اليزيدي متعايشين مع بعضنا، احنا ما نتدخل بهذه الامور، هم اخواننا ابناء بلدنا، اذا فهمنا هذه اللعبة وفهموا هذه اللعبة وانظروا الى ما تلعبه الميليشيات الموجودة على الأرض من تحريض وتفكيك بين الشعب ونكون احنا صاحي لهم،
وقفنا وقفة رجل واحد، الكل مثل الثورات السابقة اللي مرت علينا اللي يحكي عنها التاريخ، احنا راح ننتصر ونرجع نبني بلدنا ونحرر بلدنا من رجس الإرهاب ومن القزاة المعتدين. عدنا بمحمد مرة أخرى إلى قريته في ريف القامشلي مستفسرين عن قريته وبيته. إليكم جوابه. بيتي الآن مصادر، مصادرينه بككة أحد أقسامهم قسم الكومين، مصادروا بعد ما كسروه وأخذوا المحتويات اللي فيه، تمت مصادرته، والآن ساكن فيه مسكنين فيه مهجرين من مناطق دير الزور، أتوقع من دير الزور. قرانا بعض القرى خاوية، تلاقي فيها ناس من بعض المحافظات من أبنائنا، المحافظات السورية، من إخواننا في الداخل أيضا، المهجرين من الميليشيات الإيرانية ساكنة في قرانا، وهذا حالنا. يعني إحنا أهل الحنطة وأهل الشعير وأهل الزراعة، تلاقي رغيف خبز ما في بالمنطقة، ما في، وأهل النفط ما في، الأفران يقولك ما فيها مازوت، وإحنا أهل المازوت، فشو بدك أكثر من هيك مصيبة؟ يعني شو بدك أكثر من هيك مصاب جلل؟ فإحنا وضعنا مأساوي، وضع مجتمعنا بالمنطقة مأساوي والله. ماذا تعني لك الدار؟ بهذا السؤال ختمنا حوارنا مع محمد في هذه الحلقة، وهي واحدة من حلقات بودكاست بخاطرك يا دار. فقال: اللي يفكر انه البيت بس هو مأوى يقيك عن الحر والبرد، وتاكل تشرب وتمشي كفندق تنام بيه وبعد ما تنام فيه تنساه، انا هذا الشيء ما اتوافق معاه على الاطلاق. البيت هو الستر، البيت مدرسة العائلة، هو المظلة، هو الأسرار، هو الذكريات. البيت شيء عظيم عندي، يعني بالنسبة لي من هذا البيت تنبثق أسرة، تنبثق كرامة، تنبثق ثقافة، ينبثق جيل. بقدر ما أنا أبني بنيت الساس وأبني اللبنات الأساسية وأبلش أصعد، أيضا الأسرة كذلك الأمر. تربينا في بيوتنا، منا أطفال، بكينا وضحكنا ولعبنا ونمنا وتآوينا في بيوتنا من الحر ومن البرد ومن، فالبيت مو شيء سهل. أنا بالنسبة لي مو شيء سهل، البيت موطن، البيت هو عبارة عن يعني وطن مصقر إلي. إذا بدي أساوم على منزلي أنا أساوم على وطني. هذا البودكاست من إنتاج سوريا على طول، وبدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية. كان معكم في الإعداد والتنسيق عمار حمو، وفي التعليق وهندسة الصوت عمر نور.